الملك محمد السادس يعطي تعليمات عاجلة لعزيز أخنوش، شاهد باقي التفاصيل. بتعليمات من صاحب جلالة الملك محمد السادس، استقبل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يوم الأربعاء بالرباط علي مهمانة الوزير الأول بجمهورية النيجر مبعوث جنرال دو بريغادا عبد الرحمن تياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن رئيس الدولة. وخلال هذا اللقاء أبلغ علي مهمانة أخنوش رسالة من فخامة الرئيس النيجيري إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي خبر آخر، وليد الركراكي يطل على المغاربة الجمعة للكشف عن تفاصيل المشاركة في كأس إفريقيا. أعلنت قناة الرياضية أن مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي سيطل على المغاربة الجمعة في أول لقاء تلفزيوني له بعد كأس إفريقيا 2023. وذكرت قناة الرياضية أن برنامج خاصنا سيستضيف الركراكي الجمعة مساء على الساعة 10:30. وينتظر أن يكشف وليد الركراكي عن ظروف الإقصاء المبكر للمنتخب المغربي من كأس إفريقيا وكذا تفاصيل عدد من الأحداث التي شهدتها البطولة. نشكركم على حسن المتابعة.